استاذ احمد السعيد. اول مره في دار القضاء العالي بنعلن بكل ادب وبكل احترام رفضنا لقانون السلطه القضائيه المذموم، رفض شكلي وموضوعي في ظل ظروف في البلد لا يجوز لسلطه ان تنفرد بتنظيم شؤونها في غياب السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ممثله في رئيس الجمهوريه وحكومه مستقره. اتفاجئنا بالساده القضاة في هذا التوقيت بيتكلموا عن تعديلات قانون السلطه القضائيه وبيتكلموا عن الاصلاح القضائي. المحامين ليسوا ضد قانون السلطة القضائية في غياب أو في ظل غياب نواب الشعب بأكمله سواء السلطة التشريعية في مجلسي الشعب والشورى وفي ظل غياب للحكومة ورئاسة الجمهورية. نحن نعلن رفض المحامين كافة لهذا القانون، وفي ظل هذا التوقيت نعلن رفضه شكلا وموضوعا، ولا نسمح لأنفسنا أن نتحدث وندخل في تفصيلات القانون. المحامين ليسوا أصحاب مصالح شخصية في هذا القانون فقط، وإنما نحن ندافع عن مصالح الشعب كامل. هذا القانون الذي يمس الشعب المصري بأكمله ولا يمس فئة المحامين فقط لا غير. هذا القانون يا اساتذه احنا ما بنرفضوش باعتبار ان هو بيمس مصالح المحامين فقط لا غير، ولكن بنرفض هذا القانون لانه يمس مصالح الشعب المصري، ومن حق نواب الشعب المصري ان هم يقولوا كلمتهم في هذا القانون ولا يمرر هذا القانون في ظل غيابه. هذا راينا في هذا القانون وهذه كلمتنا للقضاه في هذا القانون. وشكرا يا أستاذ.